السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخوكم محمد أحمد، وفي الفيديو ده إن شاء الله هتكلم معاكم على حاجة. في ناس كتير، يعني ناس أفاضل، عملتهم عاملين فيديوهات عن حاجة معينة، ألا وهي يعني تحت عنوان إزاي تطور نفسك ككابتن في أوبر، سواء أوبر، كريم، ديدي، إندرايفر. بصراحة أنا مش عارف، يعني أنا هرد بس على الناس اللي بتقول كده، مع احترامي الشديد، مع احترامي لكام الناس دي على عيني وعلى راسي وكل حاجة. أنا بالنسبة لي أوبر ملهاش مستقبل. يعني أنا مثلا، أنا كراجل محامي معايا ماجستير وبحضر دكتوراه، وكنت في شركة، ويعني بحاول أروح شركة تانية. أوبر بالنسبة لي مش مستقبل. أنا شغال أوبر بقالي داخل في 5 سنين. فحضرتك بتقولي ازاي تطور نفسك ككابتن؟ يعني ايه اطور نفسي ككابتن؟ شغل التكييف، اصل تعمل ايه، اصل مش عارف ايه. انا لقيت ناس ممكن مثلا في المجال الشركات، مثلا انا مش بك... انا راجل مثلا بحب، انا تخصص الشركات، ما بحبش مثلا اشتغل جناح جنايات كده، بس واخد اوبر بالنسبه لي هي كدخل زياده، بس استغل عربيتي، انا رايح مشوار، رايح محكمه، رايح اقابل ناس، بدل ما اروح يوم فاضي بالنسبه لي عادي ممكن اشتغله. قعدت وقت كبير اشتغلت اوبر عادي، مش عيب، الحمد لله شغلانه حلال وكده، وانا بتحرى، انا من طريقه اتحرى الحلال. بصيت لقيت الناس بقى اللي بتتكلم، عشان بس ما انساش موضوع الفيديو. اطور نفسي، اطور نفسي انت يعني، معلش انا اسف، اوبر يعني فكك بقى من المسميات كابتن، معلش مع احترامي سيادتك سواق، انا سواق، هو بيشوفني سواق، بس بقدم خدمه مقابل اجر، ما فيهاش اي تطوير. في ظل ان الناس فعلا بقى، لو حضرتك تتكلم عن التطوير سيدي الفاضل، لا انت بتطور نفسك مثلا في مجالك، تاخد كورسات في حاجه، مثلا انت مثلا قوي في التجاره، بتشوف مثلا حاجه تجاريه تعملها جنب مشروعك، الكلام ده، في البورصه، في التسويق، في مثلا اتش ار، قانوني، تجاري، محاسب، مهندس، دكتور. شفنا ناس كتير شغاله اوبر، شغالها بارت تايم، شغالاها الوقت الاضافي بتاعها او كدخل اضافي مش اساسي. وانا حتى موضوع الفيديو للناس، ما تخل، اوعى تقع في غلطه ناس كتير خلت اوبر هي حياتها الاساسيه، وللاسف الشديد مع اول مشكله خش يا جماعه، انا لو انا راجل كداب خش على الجروب، على الجروبات، سواء على الفيسبوك، على الواتساب، اللي يعني ربنا يسترها معانا ومعاكم. لما بنلاقي شخص زميل لا قدر الله حصل له بلوك، يلحقوني ارجوكوا، ده انا عليا اقساط، ده انا. فانا حتى في مواضيع الفيديو دي، حتى الفيديوهات اللي انا عملتها، حتى الناس اللي بتقول لي اصل ده رزق، يا جماعه انا ما بقطعش والله على ارزاق حد، الرزق بتاع ربنا يكشف، يكون مليون واحد شغال، لا انا هاخد رزق حد ولا انت هتاخد رزق ولا حاجه، بس بنقول يا جماعه ما تقعوش في الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، وتخلي مثلا اوبر في فتره من وقت من اوقاتك حياتك الاساسيه، وما تجيبش عربيه اصلا، وما تاجرش عربيه. احنا بننصح الناس بكده، لا قدر الله خبط كارثه حاجه كان ماني، لقيت نفسك داخل في حوارات ودرويله كبيره جدا. عشان بس ما نروحش، يعني نروحش لمواضيع تانية، بس الواحد ما يتفتحش معاه مواضيع تانية. انت في الفيديو ده بتقول طور من نفسك واعمل، هطور من نفسي؟ انت هتفضل سواق وهتعيد، هطور من نفسك في السواقه؟ هطور من نفسك في ايه؟ انت هتفضل في اوبر وهتفضل تحلف فيك وهي كل الشركات تاخد مصلحتها منك، والسلام عليكم ورحمه الله، وخلصت، ما فيهاش اي تطوير. بنقول يا جماعه لا، طور نفسك، طور نفسك في حاجه انت شايف نفسك مختلف فيها ومحترف فيها، وممكن تبقى دي شغلانتك الاساسيه، وتخلي اوبر معاك بارت تايم. انا كنت شغال في شركه في التجمع، كنت بنزل الصبح بدري، بس كنت بموت انزل الساعه 6، 6 ونص بالكتير، عشان انا كان معايا في الشركه هناك 9، 6، 6 ونص ابقى مدور عربيتي ومحدد وجهتي على التجمع. اوكي، 6، 6 ونص بالكتير كنت ببقى مدورها ومسخنها وجاهز ومحدد وجهتي، وبقول يا رب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، بسم الله توكلنا على الله. تمام يا جماعة، بس شغلي
عندي شغلي، حتى لو هو راتب اقل بس عندي شغلي، عندي شغلي اللي ممكن من خلاله بيديني خبرات واكسبيرينس، واللي ممكن من خلاله اروح اماكن محترمه تقدرني وتديني رواتب اعلى زي الواحد ما بيشوف في شركات كتير. واكيد كل الناس اللي شغاله اوبر، كريم، دي دي ان درايفر، بتشوف شباب محترمه، الناس مثلا شركات شغالين شركات محترمه كده بيركبوا اوبر وكريم، وبالاخص اللي هي اوبر كوم، نازلين من شركات والله انا راكب معايا واحد في مره بيتكلم انه من كلامه انه عرفت ان هو شغال شركه اني الايطاليه بتاعت البترول. هو بالنسبه له انا مش هسوق، انا بتجي لي عربيه مكيفه محترمه، بقعد بحط رجل بسعر في الجون من التجمع لحلوان، لقيته دافع مش عارف 30 جنيه ولا 40 جنيه اوبر هي اللي بتتحمل باقي الرحله ودافعهم كريدت. ما اعرفش بقى هو كان بيعملوا زي نظام اشتراك شهري حاجه زي كده. واحد ركب معايا من شركه شنايدر الكتريك، شركه شنايدر من الشركات التقيله جدا، انا بالنسبه لي انا في تقدير انا من الشركات التوب ليفل. لا معاه يجيب عربيه او ممكن يكون عنده عربيه، بس انا بقى امشي ليه في الزحمه واخوي دماغي وحد يرمي عليا؟ ما انا في واحد بطلوب ترك هيوديني من هنا للهنا، من النقطه دي للنقطه دي برنس، وقاعد في تكييفي ودنيتي وبدفع يعني مش، وبتبقى المشكله في الحياه الكوم ده تبقى باو بقى من حد من مكان لمكان ترميك مشوار. لا الناس دي معاها عربيات، والناس دي ما شاء الله الواحد شاف معاهم يعني، شاف مثلا ايفون مثلا اللي هو 30 برو ماكس مثلا، 12 برو ماكس، تليفونات تقيله، لابتوب محترم. لا معاه، انا شفت في مره واحد ما شاء الله معاه احدث ايفون، معاه الساعه اللي هي بتاعت ايفون اللي هي الاي ووتش على ما مش عارف اسمها ايه، معاه ايربودز، معاه لاب، يعني لاب مثلا شغله ده مثلا ممكن يجيله برقم، يعني هو ماشي كده معاه شويه حاجات ب 100,000 جنيه. هل ده هل هذا الشخص مش قادر يركب عربيه؟ لا قادر يركب عربيه، بس هو طار من نفسه في الكارير بتاعه اللي اهله ان هو دخل مكان محترم. فده التطوير يا جماعه، انت بتطور من، ما تطورش من نفسك في اوبر ولا الحلم اوبر ولا الناس اللي هي لحد دلوقتي بتجري ان هي تشتري عربيه جديده عشان ينزل بيها اوبر. لا غلط، اوعى. وارجو لو اي حد شاف الفيديو ده، انت خلاص حياتك اوبر، هات على قد فلوسك عربيه مستعمله تمشيك، عربيه مستعمله تقدر تشتغل بيها، خش يا عم جمعيه كبيره وسدد الباقي سنة في سنة. لكن انت تخش بقى في اقساط وفوايد وحبس، ولا قدر الله حصل لك مشكلة، الناس والله بنشوف ناس بيتقفل لها الاكونت بتاعها. لسه في شخص كان بيتكلم بيقول ان في احد الفيديوهات ان عمر عشان ما لقوش عنده شبكة يحطوا فيها الشنط كمان، يعني الشنط مش مكفية بشنطة العربية ولا على رجليهم، عايزين شبكة. يعني والله العظيم حتى في اوبر قابلنا ناس بتحس ان هي عايزه تقلب عربيتك عربيه نقل، هو مش قادر يجيب عربيه نقل تاخد منه 300 400 جنيه، لا يطلب اوبر يجيب عربيه تاخد له ياخد له اخره 60 70 جنيه. والله كنت في مره في شارع عبد العزيز، واحد طالب اوبر عشان معاه سخان، السخان حتى ولا داخل في شنطه العربيه ولا داخل من باب العربيه حتى يحطه على الكنبه اللي ورا. يعني انا رميت ودني كده لقيته بيقول له ايه ده، هو انت ما عندكش شبكه ليه؟ اقسم بالله انا لو مكان الراجل يعني انا مش عارف كنت عامل فيه ايه، اقول له لا حضرتك انت عشان يعني عايز اقول له انت انسان معفن مش عايز تجيب عربيه نقل تاخد لها 200 300 جنيه، لا اجيب عربيه اوبر ب 60 70 جنيه. ده انت حتى يعني انت معاك، لو معاك عربيه كنت جيتها بقى وحطيتش علقت السخان عليها بتاع. بس فانت انا نصيحتي انت بقى عايز انا ردي بقى على السيد هذا الاستاذ الفاضل كان بيقول على عمليه التطوير ما تطورش نفسك ككابتن، لا حضرتك طور نفسك في مجالك اللي يأهلك تجيب 10 عربيات و20 عربيه وتعيش حياه كريمه جدا وتشتغل في احسن مكان في الدنيا، تاخد احسن مرتب في الدنيا، تعيش مرتاح. لكن كتطوير بقى ككابتن وال يعني كلام بلح، ايه اطور نفسي؟ يعني ايه اطور نفسي ككابتن؟ يعني
طور اداء شغلك. ايه ده يعني ايه اطور اداء شغلي؟ احنا بنشوف العملاء ولا بنتكلم وبنفتح التكييف وبنفضل ساكتين حضرتك مع جي بي اس الواجهه مظبوطه المكان مظبوط على جي بي اس ولا حضرتك عارف الطريق المكان حتى في الفيديوهات التعليميه بتاعت اوبر وما بنتكلمش ومجرد ان هو مش شكلك ما عجبوش شكل حضرتك ما عجبوش ممكن يديك نجمه واحده ممكن يقدم فيك شغل ريحه العربيه مش عارف ما عجبنيش. في ناس للاسف الواحد برضه شاف بعض الناس عندها نقص بس. فنصيحتي الاخيره يا جماعه في اخر انت عايز تطور من تطور نفسك في اي مجال ياهلك تبقى في مكانه اعلى كما تقوليش اطور نفسي في اوبر بس. وربنا يستر علينا وعليكم وربنا يسدم علينا وعليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.